قال سلمان المحمدي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا معشر المهاجرين والأنصار، ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هذا علي أخي ووصيي ووزيري ووارثي وخليفتي إمامكم، فأحبوه لحبي وأكرموه لكرامتي، فإن جبرائيل أمرني أن أقوله لكم.